بمناسبة حلول شهر أكتوبر، وكالعادة باش نحيو شهر أكتوبر الوردي لأجل التحسيس وتوعية النساء حول ضرورة الكشف عن سرطان الثدي، قمنا بالتنسيق مع يعني والفضل الكبير لهم جمعية الآمال لمكافحة داء سرطان الثدي. إن شاء الله يكون برنامج يعني يكلل إن شاء الله بالنجاح، ونتمنى التوفيق وكل التوفيق إن شاء الله والنجاح والاستمرارية لجمعية الآمال. شكرا. وكلمة تقدمها لنا ممثلة لوبي اسمي دوداموس. شكرا بزاف على التعاون معنا. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. ارتأت مؤسسة العموية الصحة الجمالية دوداموس أن تكون انطلاقة الحملة التأسيسية ضد سرطان الثدي من قاعة العلاج كلاوشة التابعة لبلدية أم سلمون. أتمنى التوفيق لجمعية الآمال في الحملة هذه ومزيد من النجاح. وانا امل فقط انه يكون هناك تعاون مع السلطات المحليه لمسلمون باش لتوفير وسيله النقل باش ننقلوا هاد النساء ان شاء الله. نشوف لهم موعد مع مراكز الاشعه، نديوهم ننقلوهم من مقر سكنهم الى مركز الاشعه باش نسهل لهم العمليه باذن الله. نقول جميعا كلنا ضد سرطان الثدي. كلنا جميعا ضد سرطان الثدي. كلنا جميعا ضد سرطان الثدي. عودوا جميعا. كلنا متحدون. واحد، زوج، ثلاثة. كلنا متحدون. سطرت برنامج خاص لهذا الشهر توعية النساء وعلى الفحص المبكر. بداية الافتتاح راه اليوم على مستوى قاعة العلاج القلاوشة ببلدية مسلمون، ورانا نلاحظوا بلي كاين توافد كبير للنساء ما شاء الله. يعني رانا نلاحظوا بانه يوم يجون عائلات افواجا ما شاء الله، وما يدل على يعني انه درجة الوعي راهي تحسنت لدى يعني النساء. واليوم رايحين ان شاء الله شغل اون اكزاميني لي فام هادو، ندير لهم ان اكزام كلينيك وندير لهم دي لاتر بوغ لا ماموغرافي. ونشكر بالمناسبه تولي غاديولوج اللي راهم تعاونين معنا، اطباء الاشعه بخيبي على مستوى ولايه تيفازا بالاخص الدكتور بن سعدي، على التسهيلات تاعهم وعلى التخفيضات تاع 50% بالنسبه لا ماموغرافي خلال هذا الشهر هذا. اذا النساء نقول لكم لا تفوتنا الفرصه، صحتكن اولى، والكشف المبكر ينقذ حياتك سيداتي. يعني باش نعطيكم نبذه خفيفه على عمل الجمعيه، جمعيه الامل الصحه لمكافحه سرطان الثدي تاسست منذ 10 سنوات. رانا نكافحوا في هذا المرض، كنا ننظم حملات توعويه وتحسيسيه بالاخص في المناطق الريفيه في لي زيسباس بوبليك ثاني، يعني وين كاين تجمع تاع النساء نديروا لهم التوعيه والتحسيس حول الوقايه من سرطان الثدي. والان اوني باسي الاكت، سيتادير رانا نواسيو لهم ليكزام كلينيك لي فام هادو، ونعطيو لهم دي ليتر بوغ فيغ لا ماموغرافي. والحاجه الناجعه اكثر يعني انه انا يعني لقينا تجاوب مع لي ميدسان راديولوج بريفي باش يديروا لهم هذيك لا ريدكسيون تاع 50% تخفيضات بالنسبه ل 50%، وكاين حالات من الجمعيه تكفل بهم 100%، الحالات يعني خاصه اللي يكونوا يعني ما عندهمش امكانيات ماديه باش يديروا لا ماموغرافي. وكي يكونوا حالات مؤكده الجمعيه راهي تكفل بها على مدار السنه، يعني العمل تاع الجمعيه ماهوش غير في شهر اكتوبر فقط، باش تكونوا على علم انه المريضه راهي تتقدم لعندنا بالمقر الجمعيه في حجره النص، يعني تجيب لها تخطيط حاد اورينتاسيون، يكون عندها دي زيكزام افير دي نقولوا دي سكانر ولا دي ماموغرافي دي زيار ميتو، الجمعيه تكفل بهم بفضل مساعده المحسنين وبعض السبونسر. نشكرهم بزاف. وبالمناسبه يعني نقدم كذلك احيي الكلمه الى ممثلي مديريه الصحه اليوم حاضرين معنا اليوم.